فوق المستقيم دي، واذا كانت موالا انفيني فهي تحت المستقيم. دونك مثلا الحاله نتاع بلس انفيني غادي يمشي في هذا الاتجاه. دونك هنا غادي نقولوا بان الفرع الشلزمي في اتجاه المستقيم دي ذو المعادله ايكغ يساوي اكس. دونك نلخصوا كل شيء. هذا الشيء ثالثا او الحاله الثالثه. دونك واش من حاله راحنا فيها؟ كنا في الحاله اذا كانت وحده في الاحداثيات في النهاية تاع الإحداثيات منتهية. دوكا راحنا في الحالة بجوج غير منتهية، يعني ليميت لإف لي إكس عندما يؤول إكس إلى ما لا نهاية تساوي ما لا نهاية. إذا كان ليميت لإف لي إكس عندما يؤول إكس إلى ما لا نهاية تساوي ما لا نهاية، يعني واش غادي نديرو في هذه الحالة؟ نحسبوا ليميت لاف لي اكس على اكس. نحسب ليميت عندما يؤول اكس الى ما لا نهايه لاف لي اكس على اكس. قلنا شحال من حاله عطاتنا هذه؟ ثلاثه تاع الحالات. نمشيو لهذه الحالات الثلاثه. ليميت لاف لي اكس على اكس عندما تؤول اكس الى ما لا نهايه. يعني قلنا فيها ثلاثه تاع الحالات. على الخصام على هذا الشكل. دونك الحالة الأولى تساوي صفر، الحالة الثانية لانفيني بليس أو موان، والحالة الأخرى فهي أ. دونك إذا كانت النهاية تساوي صفر، واش هو التأويل الهندسي؟ إذا عندنا فرع شلزمي في اتجاه محور أبسط، دونك سأف له فرع شلزمي اتجاه محور الأبسط. يعني واحد الشكل صغير. معناه أن المنحنى غادي يمشي على هذا الاتجاه. في الحالة إذا كانت الأف موجبة أو إذا كانت الأف سالبة فإن المنحنى غادي يمشي يكون تحت محور الأبسط. الحالة الثانية إذا كانت النهاية تساوي ما لا نهاية. سأف له فرع شلزمي اتجاه محور الأراضي. يعني كذلك هنا على حسب الإشارة وعلى حسب بلس لانفيني ولا موان لانفيني مثلا المنحنى غادي يكون على هذا الشكل. ممكن يكون في هذا الاتجاه إذا كان إكس يؤول موان لانفيني غادي يكون في جهة أخرى. إكس على إكس تساوي أ، هنا في هذه الحالة واش خصنا نديرو؟ نحسبو ليميت لإف لي إكس ناقص أ إكس عندما يؤول إكس إلى ما لا نهاية. شحال من حالة عطاتنا هنا؟ جوج تاع الحالات فقط. اللي هما ممكن تكون ماذا؟ لانفيني، ممكن تكون بي، ممكن كذلك تكون لانفيني، بليس أو موان لانفيني. أو إذا كانت هذه النهاية تساوي بي، يعني ماذا بالنسبة للمنحنى؟ يعني عندنا مقارب، كي داير هذا المقارب؟ له مقارب ذو المعادلة ماذا؟ إيكغ يساوي أ إكس بلس بي مع الأ يقارب صفر. دونك كي غادي يكون الوضع تاع المستقيم؟ مائل، له مقارب مائل معادلته إيكغ تساوي أ إكس زائد بي. دونك الشكل رسم المستقيم ثم المنحنى. صادفوا عن الوضع نتاع المنحنى بالنسبة للمستقيم. في الحالة فاش تكون النهاية نتاع الفرق تساوي ما لا نهاية، معناها ماذا؟ سأف له فرع شلزم اتجاه المستقيم للمعادلة إيكغ
تساوي AX. نرسمه كذلك في الشكل في هذه الحالة. نأخذ المستقيم دور معادلة Y يساوي AX ثم المنحنى كون مثلا في هذا الاتجاه. إذا كانت بلس لانفيني المنحنى غادي يكون فوق المستقيم، كانت موان لانفيني فإن المنحنى غادي يكون تحت المستقيم. دونك إذا كان مستقيم ذو المعادلة AX أو Y يساوي AX بلس B مقارب، واش يمكن لنا نقولوا النهاية تاع F دو X ناقص AX بلس B النهاية تاع الفرق فهي تساوي صفر، أو العكس إذا كانت النهاية تاع الفرق تساوي صفر معناه أن المنحنى يقترب من المستقيم، معناه أن هذا المستقيم غادي يكون مقارب. دونك إذا كانت عندنا هكا يمكن لنا نستنتجو مباشرة. ملاحظة، نعتبر A و B أعداد حقيقية مع A يخالف، ثم B هو المستقيم المعادلة Y يساوي AX زائد B. دونك اولا قلنا بان الدي مقارب للسائف يكافئ ان النهايه اف ل اكس ناقص ا اكس بلس بي تساوي صفر عندما يؤول اكس الى ما لا يؤول. دونك إذا كانت عندنا النهاية تاع الفرق يساوي صفر، ماشي ضروري أننا نفوتو بليميت لي اف لي اكس على اكس ثم ليميت لي اف لي اكس ناقص ا اكس. إذا سميت هذه الصيغة سميتها ايبسيلون لي اكس، بما انها تقترب من الصفر فهي صغيرة يمكن نسميها ايبسيلون لي اكس، معناها ان اف دو اكس تكتب على شكل ماذا؟ اذا كانت اف لي اكس ناقص ا اكس بلس بي تساوي ايبسيلون دو اكس، معناها اف لي اكس تساوي ايبسيلون لي اكس زائد ا اكس بلس بي، معناها فقط المعادلة نتاع المستقيم زائد واحد الدالة ايبسيلون دو اكس مع لا ليميت تاع ايبسيلون لي اكس لانفيني شحال تساوي؟ تساوي زائد. دونك كذلك ان تكافؤ ب مقارب للسائف يكافئ ان اف دو اكس تكتب على شكل ا اكس زائد ب زائد ايبسيلون اكس بيان سور بجوار لانفيني مع ليميت لايبسيلون اكس عندما يؤول x الى ما لا نهايه يساوي. دونك اذا كتبنا الداله f على شكل داله تالفيه زائد داله ايبسيلون دو x حيث ليميت تاع ايبسيلون لي x يساوي صفر، فان مستقيم d ذو المعادله y يساوي ax بلس b فهو مقارب للمنحنى. ندرسو تقعر تاع المنحنى. دونك شحال من شكل تاع التقعر كاين؟ كاين جوج. دونك ممكن تقعر تاع المنحنى يكون على هذا الشكل، كنقولوا بانه موجه نحو الاعلى، ثم التقعر الثاني فهو موجه نحو الاسفل. دونك هنا بالفرنسي كنقولوا كونكاف، وهذه فهي كونفكس.
إلا ترجمت كونكافيتي للتقعر معناها أن هذا مقعر، والشكل الثاني فهو ماذا؟ محدب. دونك باش نفرق بين هذه الأشكال بزوج باستعمال المماسات، دونك إلا رسمت المماس في واحد النقطة من هذا الشكل الأول، كي غادي يكون الوضع نتاع المماس؟ المماس غادي يكون فوق المنحنى، دونك في أي نقطة رسم فيها المماس غادي نلقى بأن المماس موجود فوق المنحنى. في الشكل الثاني دونك غادي نرسمو المماس في واحد النقطة غادي يكون تحت المنحنى، دونك باستعمال الموقعين تاع المماس المنحنى نفرقوا بين جوج تاع الأشكال. إذا كانت جميع المماسات توجد تحت المنحنى فإن الشكل غادي يكون التقعر تاعو موجه نحو الأعلى وغادي نقولوا بأنه محدب، وإذا كانت جميع المماسات على واحد المجال إي موجودة فوق المنحنى غادي نقولوا بأن التقعر موجه نحو الأسفل أو المنحنى فهو مقعر.